السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ أمركم مزيانة؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة يا ربي. اليوم إن شاء الله غنعمل معكم دويرة في بريمارك، غنشوفوا التخفيضات اللي عاملين. مهم البنات، أنا حاولت نصور لكم أي حاجة لقيت فيها تخفيض، لا بالنسبة لملابس الأطفال ولا بالنسبة للسبيبطات البيجامات، أي حاجة لقيت فيها تخفيض صورتها لكم. صافي، نخليكم مع الفيديو، نتمنى تستفدوا منه وفرجة ممتعة.
وصافي البنات، هادو هما الحويجات اللي لقيتهم في بريمارك عاملين فيهم تخفيضات. حاولت نصور لكم كيف ما قلت لكم اي حاجه لقيت فيها تخفيض. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو البنات، نتمنى تشاركوه مع الناس اللي تبغيهم تاهم يعرفوا التخفيضات ديال بريمارك ويعرفوا شنو عاملين، الاشياء اللي عاملين فيهم هكا تخفيض. صافي غنضرب لكم موعد قريب ان شاء الله فيديو اخر، وما تنسونيش من لايكاتكم البنات، وما تنسوش تشتركوا في القناة إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو والضغط على الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد القناة. كنضرب لكم موعد قريب إن شاء الله البنات، كنقول لكم السلام عليكم.